مع الحكيم مع الدكتور عبد العزيز الراجحي. مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم مع الحكيم. نستضيف في هذه الحلقه الدكتور احمد ابو زكري، وهو اخصائي جراحه الفم والاسنان في وحده الاسنان بمستشفى مغربي بعسير. الموضوع اللي بنغطيه المره هذه بيكون عن ضروس العقل. طبعا نسمع عنها كثير، وبعضنا مر بألمها ويعرف بالضبط عن ماذا نتحدث. فاليوم بيكون معنا الدكتور أحمد يشرح لنا بعض التفاصيل عن ضروس العقل. دكتور أحمد، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا فندم، إزي حضرتك؟ أهلا وسهلا. بداية دكتور أحمد، ممكن بس تشرح لنا الأسنان كم سن عندنا في الفم؟ في الإنسان البالغ بيبقى فيه 32 سنة موجودين في الفم، متوزعين على الفك العلوي والفك السفلي، متوزعين بالتساوي يعني. ممتاز، يعني عندنا 16 في الفك العلوي و16 في الفك السفلي، وطبعا مقسومين ايضا الجزء الايمن والجزء الايسر عدد متساوي. بالضبط، يعني عندنا في الفك العلوي 8 في الجزء الايسر و8 في الجزء الايمن. مظبوط. طيب مزبوط. من الثمانية هذول اللي في كل جزء في الفك العلوي وفي الفك السفلي، كم ضرس عقل موجود؟ احنا عندنا من الثمانية اللي في كل جزء بيبقى فيه ضرس عقل واحد في كل جنب، يعني بيبقى فيه في الفم كله حوالي أربع دروس عقل. دول متوزعين برضو على الفك بالتساوي، اثنين فوق واثنين تحت. ممتاز. واحد ناحية اليمين واحد ناحية الشمال. ممتاز. طيب ليش سموها ضروس العقل يا دكتور؟ والله تسمية دروس العقل هي جت من الضرس العقل، هو الضرس الثالث الدائم اللي بيبزغ في سن متأخرة شوية، وبيتزامن بزوجه مع فترة بلوغ الإنسان. سن الرشد بيبقى من تقريبا من 18 ل 25 سنة. طيب يا دكتور، هل في سن معين في الفترة هذه يكون أكثر احتمال لظهور ضروس العقل؟ في السن ده اللي هو من 18 ل 25 سنة، بيبقى فيه بداية من 18 سنة 19 20، ده الفترة اللي بيبقى فيها النسبة أعلى لظهور ضروس العقل في الفترة دي يعني. هل في عوامل معينة في الأسرة أو لدى الشخص يلي تخلي، طبعا احنا نتكلم عن ضرس العقل، يفترض أنه ضرس العقل يطلع بشكل طبيعي. تمام. كم نسبة الأشخاص اللي ضرس العقل يطلع عندهم بشكل غير طبيعي؟ والله هي النسبة دلوقتي يعني هي مع الأجيال الجديدة أو الأجيال الجديدة اللي موجود دلوقتي النسبة بتزيد، يعني النسبة دلوقتي تقترب من 35 ل 40%، بيبقى في مشاكل في ضروس العقل في الجيل اللي موجود دلوقتي. وبقى فيه عوامل كتير كمان، يعني عوامل كتير منها عوامل وراثية، بيبقى الفك يعني بيبقى فيه وراثة ان الفك صغير شوية والعدد الاسنان وحجم الاسنان كبير شوية، فما فيش مكان ان يطلع فيه ضرس العقل. طيب في حالة زي هذه دكتور، الالم يكون مع بداية ظهور الضرس او اذا بدأ يطلع الضرس من اللثة؟ والله هو الألم أو الشكوى الأساسية بتبتدي تكون مع بداية إن هو الضرس يشق في اللثة، أو يبقى فيه زي بينه وبين الفم يبقى فيه كوميونيكيشن كده، اتصال بينه وبين الفم، ده يبتدي ممكن يبقى فيه ألم في الفترة دي. زائد كمان إن الألم ممكن يكون موجود في الفترة اللي بيبقى فيها البزوغ بتاع الضرس قبل ما يطلع للفم ويشق جوه اللثة، لو هو ضاغط على الأسنان على الضروس اللي قدامه أو الضروس اللي جنبه، لو ما فيش مكان يطلع فيها، فممكن الألم يكون في الجزء ده وهو بيبزغ في اللثة، أو في الجزء اللي هو بيبقى فيه ضاغط على الأسنان وهو لسه موجود في العظم بتاع الفك يعني. إذن عندنا 65% من حالات ضرس العقل يطلع ضرس العقل طبيعي جدا وما في أي ولا يتسبب بأي مشاكل، و 35% ضرس العقل ممكن يتسبب في مشاكل، وغالبا المشاكل تكون إما لحظة ظهوره خارج اللثة أو إذا كان تحت اللثة مدفون لا زال ولكنه يضغط على الأسنان. مظبوط. هل في شيء الإنسان أو الأهل ممكن يعملوه لتفادي خروج الضرس بطريقة خاطئة؟ والله هو احنا بننصح بس في سن مبكرة شوية، يعني في سن مبكرة شوية سن 10 أو 11 أو 12 سنة كمان، ان احنا يبقى في زيارة لطبيب الأسنان، طبيب أسنان الأطفال، أخصائي طب أسنان الأطفال، هو برضو بيقيم الحالة وبيشوف هل لو في كراودنج أو في اللي هي الأسنان بتبقى مساحة الفك صغيرة والأسنان راكبة على بعض أو بيبقى فيها زي تزاحم في الفك. فالتقييم لما بيبقى من بدري وبنبقى محتاجين تدخل من بدري، دي بتبقى الموضوع ممكن نتفادى على قد ما نقدر إن يعمل مشاكل، يعمل ألم، يعمل ضغط على الأسنان. وبرضو المتابعة في السن 14 و15 مع طبيب أخصائي طب أسنان الأطفال ومع أخصائي التخويل بتبقى مهمة جدا عشان متابعة هل ضرس العقل في مكانه مظبوط ولا لا.
طيب هل من المهم يا دكتور أننا نحافظ على ضرس العقل ولا ما له فائدة؟ والله هو احنا بنقول كده ببساطه، يعني ببساطه ضرس العقل ده هو لو ليه جزء عامل او فانكشنينج، هو عامل جوه الفم يعني طالع في مكانه ومظبوط وما فيش منه شكوى وفي قدامه ضرس مقابل ليه والاطباق بين الدروس مظبوط، خلاص انا ضرس العقل انا مش محتاج ان انا اشيله. انما لو ضرس العقل ده في منه شكوى، في منه تورم، في منه الم، في منه ضغط على الاسنان او ضغط على الدروس اللي جنبه بالتالي ضغط على الاسنان، يبقى لازم ان انا اتدخل واشيل ضرس العقل ده في سن طبعا معين عشان المشاكل دي ما تتفاقمش. شكرا لك دكتور احمد، فاصل قصير ونعود لكم بعد قليل. مع الحكيم مع الدكتور عبد العزيز الراجحي. اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، نعود مع الدكتور احمد ابو زكري ونتحدث عن ضروس العقل الشكوى المتكرره لدى تقريبا معظمنا او على الاقل احصائيا 35% منا. متى يحصل تدخل؟ خذني الدكتور احمد لو سمحت خطوه خطوه. لو انا جيت مثلا عند طبيب الاسنان وقلت انا عندي الم في اسناني واكتشفت انت ان ضروس العقل هي سبب المشكله، ممكن تاخذني لو سمحت خطوه بخطوه باجراءات التعامل مع المشكله؟ تمام يا فندم. احنا دلوقتي جينا عشان احنا بنزور طبيب الاسنان واحنا بنشتكي عندنا شكوى معينه او عندنا الم معين في جزء معين من الفك. الالم ده بيبقى حاجه من ثلاثه، الجزء الاولاني او الحاجه الاولانيه بتبقى حاجه بسيطه لما يجي الضرس العقلي يسقط او يطلع في اللثه بيبقى فيه الم نتيجه تورم ممكن من الانسجه او ممكن نتيجه تراكم فضلات بينه وبين الضرس اللي قدامه، فبينه وبين الضرس اللي قدامه ده بيؤدي لتسويس في الضرس العقلي نفسه وهو طالع وتسويس في الضرس اللي قدامه، فهنا المريض بيشتكي من الم في الجزء ده. الشكوى اللي بتبقى اقوى شويه ان المريض بيشتكي من الم احنا بنسميه الم ثلاثي. الم ثلاثي ده بيبقى الم في منطقه الودن ومنطقه الرقبه ومنطقه الراس على شكل صداع نصفي. تمام، الالم ده بيبقى قوي جدا، بيبقى في زي ما قلنا في الاذن وفي الرقبه وفي الراس على شكل صداع نصفي. ده احنا بنكتشف ان ضرس العقل بيبقى ضاغط على الدروس اللي هي اللي جنبه وبالتالي ضاغط على الاسنان. ده بنكتشفه عن طريق الاشعه، يعني بيبقى ضرس العقل مطمور تماما وبنكتشفه عن طريق الاشعه. ببساطه بنعمل اشعه للمريض وبنكتشف ان في ضرس عقل هو مسبب مشكله، وبالتالي بنحتاج نتيجه لشكوى المريض ان احنا نتدخل جراحيا ببساطه ونشيل ضرس العقل. اذا كان مسبب الالم في الاذن والصداع او الالم اللي في الفك هو ضرس العقل، كيف ممكن نوصل للتشخيص؟ هل معنى ذلك انه كل الم او كل صداع لازم نروح لطبيب اسنان الاول، ولا عاده بعد ما نروح لطبيب الانف واذن وطبيب الاعصاب واذا اكتشف انه كل شيء طبيعي يتم بعدين التحويل للاسنان؟ يعني اقصد متى يصل لطبيب الاسنان ويصل للتشخيص؟ بالضبط افهم حضرتك، قلت نقطه غايه في الاهميه. انا كشفت الاول عند طبيب الانف والاذن والحمد لله ما عنديش حاجه خالص وسليم تماما ما فيش مشكله، الطبيب الباطني شافني سليم تماما ما فيش مشكله، بس انا بشتكي من صداع متكرر، صداع متكرر، صداع نصفي، بشتكي ان الم في ودني، يعني الطريقه حتى بسيطه بيقولوا الالم بيسمع في الودن، المريض بيشتكي لك كده يقول لك انا الالم مسمع في ودني. بشتكي من الكلام ده وما عنديش حاجه خالص تانية. طيب انا بروح لطبيب الاسنان، طبيب الاسنان ببساطه بيعمل اشعه بانوراما موجوده في كل مكان، اشعه البانوراما دي بكتشف ان في ضرس عقل، ضرس العقل ده ضاغط في الحته دي. وطبعا الكلام ده بيبقى في سن معين، يعني انا عندي مريض، عارف حضرتك دكتور عبد العزيز، عندي مريض عنده 17 18 سنه، فانا اول حاجه هشك فيها وعندي لما بشوف كلاديكالي، لما بشوف كده اول ما بفتح بق المريض كده واشوف بشوف الاقي حته مثلا ممكن يكون فيها التهاب بسيط في مكان ضرس العقل، فاول حاجه بشك فيها وجود مشكله ضرس العقل، باكد الكلام ده بايه؟ بالاشعه. احد الاسباب اللي تخلينا نشك في ضرس العقل هو سن المريض، يعني عاده شخص شباب في سن 18 الى 25 نادرا ما يجيهم صداع شديد او الم شديد في الاذن، فبالتالي في الفئه العمريه هذه الواحد لازم ينظر ياخذ بعين الاعتبار الالم اللي ياتي من ضرس العقل، أو في نفس الوقت يفتح الفم وإذا شاف منطقة التهاب في الجهة الخلفية من الأسنان. هل الألم اللي يجي في الأذن بسبب ضرس العقل هل يمكن للشخص أنه يتعرف عليه؟ بمعنى هل مثلا حركة الضرس تأثر على ألم الأذن وبالتالي هذا دلالة على أنه بسبب الضرس؟
هو ممكن الشخص يتعرف عليها ببساطة قوي. الجزء اللي بينمو فيه، الجزء اللي بينمو فيه ضرس العقل، الجزء اللي بيطلع فيه ضرس العقل اللي هو الجزء الخلفي خالص من الفم، اي التهاب في الجزء ده، يعني اي التهاب في الجزء ده نتيجة لضرس العقل، الألم على طول بيروح للأذن. يعني بيبقى عندي ألم زي ما بيقولوا كده، ألم في المكان نفسه، يعني ألم في المكان نفسه اللي هو ممكن هيطلع فيه ضرس العقل، وفي نفس الوقت ألم برضو مسمع في الودن، وفي نفس الوقت هيقول ثلاث حاجات، هيقول أنا عندي ألم مسمع في ودني، عندي ألم في الرقبة مش قادر أفتح بقي قوي، وفي نفس الوقت عندي صداع يا دكتور ما بيروحش. فالثلاث أربع حاجات دي لما المريض يقولهم ورا بعض كده، دي أول حاجة أنا ببتدي أشك إن في مشكلة في ضرس العقل، وبشوف هل في جزء التهاب، وبالكونفيرم طبعا بنأكد الكلام ده كله بالأشعة. أي شخص يحس بألم في الأذن ومعاه أيضا صداع وحس أنه في ألم في الجهة الخلفية في الفك، المفترض أول طبيب يروح له هو طبيب الأسنان ويحسب حسابه أنه ممكن يكون ضرس العقل، بالذات إذا كان في الفئة من 18 إلى 25 سنة. مظبوط يا فندم. طيب مزبوط. هل ممكن ضرس العقل ما يظهر إلا بعد سن 25 سنة عند ناس في الثلاثينات مثلا؟ طبعا طبعا يا فندم، ده ممكن وارد جدا، بس ما تبقاش نسبة كبيرة، يعني مش نسبة كبيرة اللي بيظهر فيها كده، هي نسبة الأكتر الفئة العمرية اللي هي من 18 ل 25، بس بعد 25 لغاية 40 سنة ممكن يظهر ضرس العقل، وممكن يظهر منه مشاكل بس بنسبة أقل. دكتور أحمد، في حالة ظهور مشاكل في ضرس العقل، ما هو الإجراء المتخذ؟ أنت ذكرت أنه في إجراء جراحي، هل هو فقط خلع الضرس أو هناك إجراءات أخرى؟ مظبوط يا فندم، هو الاجراء اللي احنا بناخده لو في مشكله زي ما قلنا قبل كده من ضرس العقل، يعني في مشكله وفي شكوى قويه من المريض، بنبتدي ناخد اجراءنا ان هو نتدخل جراحيا لازاله ضرس العقل. التدخل الجراحي لازاله ضرس العقل هو بسيط جدا، يعني هو الامور بسيطه، فيه ما فيهوش، الناس بس بتخاف شويه من موضوع ازاله ضرس العقل جراحيا وبتقول ان في مشاكل فيه، بس هو الموضوع بسيط جدا وليه ثلاث خطوات بسيطه جدا، وبيخلص تقريبا من 10 ل 15 دقيقه بالنسبه للضرس الواحد، اللي هو عباره عن خلع الضرس. خلع الضرس اذا كان ظاهر، اذا كان طبعا ظاهر فوق اللثه، اذا كان ظاهر فوق اللثه، او اذا كان مطمور جوه العظم، اذا كان مطمور جوه العظم وعامل مشكلة برضو بنفتح له جراحيا وبنشيله، بنخلع الضرس جراحيا. جراحيا دكتور، هل هذا يحتاج إلى تنويم وعملية في غرفة العمليات وبنج كامل، ولا بنج موضعي في العيادة؟ احنا بيبقى في عندنا حاجتين. الحاجة الأولانية، أنا لو هبتدي هشتغل إن أنا هشيل ضرس عقل واحد بس هو اللي فيه المشكلة، بنفضل إن احنا نعمله بنج موضعي في العيادة، والعملية كلها بتستغرق حوالي من 10 ل 15 دقيقة بالكتير من أول خطوة لآخر خطوة، والموضوع بيبقى بسيط جدا ما فيهوش أي متعافات. لو أنا عندي مريض، المريض محتاج إن هو يخلع الأربع دروس مع بعض، ده ما بقدرش أعمله بنج كلي، ده بيحتاج تنويم، بيبقى موجود عندنا في المستشفى محتاج تنويم، وبيتعملوا كلهم في نفس الجلسة الأربع دروس على الأربع. شكرا جزيلا لك دكتور أحمد أبو زكري، أخصائي جراحة الفم والأسنان في وحدة الأسنان بمستشفى مغربي بعسير. شكرا لفندم الدكتور عبدالعزيز. أهلا وسهلا، مع السلامة. مستمعين الكرام، نشكركم على استماعكم ومتابعتكم لنا، ونلقاكم إن شاء الله في حلقاتنا القادمة.